السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على الإسهال عند الأرانب. هذا الأرانب ديالي راهم كانوا كما سبقت لي أشرت في واحد الفيديو السابق أنهم كانوا مرضولي بالفصة الخضراء، يعني أعشاب هي خضراء، والحمد لله منين درت لهم الخل الأبيض هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله راهم ولاو مزيان. كانوا تقريبا تا قلت غادي يكونوا غادي يضيعوا لي وغادي يمشيوا لي، هانتوما كما كتشوفوا معايا ها الحمد لله راهم كيتحركوا مزيان. ها هو عاصني هنايا هانتوما الحمد لله، باقي شويه هادي كتاكل الماكله ولكن ما عندهاش الشهيه، ان من بعد الاسهال كتجي واحد الفتره ديال فقدان الشهيه، ولكن الحمد لله راهم كيتداركوها. وانتم كما كتشوفوا معايا دابا حاولت انني ما نعطيهمش كاع شي حاجه من غير السيكالين، فهمتوا السيكالين. لاحظت ان الاخر الفضلات ديالهم اعزكم الله انهم كيتجمعوا وما كيبقاوش، يعني كرشهم مرخوفه. هاد السيكالين في الحقيقه انا كنصح كاع المبتدئين او حتى المحترفين في تربيه الارانب انهم يستعملوه، لانه في الحقيقه راه شي حاجه مزيانه. بالنسبه للخل الابيض هذا منين سولت هذا الطبيب البيطري قال لي، انا شكرته قلت له بلي راه الارانب ديالي ولاو مزيانين، قال لي من الاحسن تبقى تعطيهم يعني لمده شهر ولا دير لهم واحد شويه مع الماء دائما، ماشي لان هو الحقيقه قال لي هذاك راه عباره عن غسيل للامعاء، يعني كاع المشاكل اللي عندهم في الامعاء ديالهم من غير الدواء اللي كنت وريت لكم شحال هذه انه كيتشرى كيتعطى لهم. الخل ماشي مشكل، ديال الطعام العادي اللي كتستعملوه انكم تقدروا ديروا واحد القطيره يعني مع الماء بحال هكا، الماء ديروا معاه واحد القطيره ديال الخل، اما الخل الابيض اما الخل العادي اللي كيتستعمل في الطعام، راه كونوا متاكدين انهم ان هذا الخل راه في الحقيقه يعني فكني مزيان مزيان. الثمن رخيص، الثمن رخيص، غير خص المعلومه انه تكون عندكم معلومه تكون ان منين يجيهم الاسهال خصكم تعرفوا اولا مناش يعني السبب، وتحيدوا عليكم منين يكون كاين واحد المشكل خصكم تداركوه، ولكن تعرفوا السبب مناش، يعني تشوفوا التغيير اللي درتوه لهم. مثلا بدلتوا لهم الاكل ولا بقيتوا يعني تضايقوا في الارانب ديالكم بزاف، عدم النظافه، بزاف ديال الحوايج. المهم شوفوا المتغيرات اللي عندكم اللي طرات لكم مع الارانب ديالكم وحاولوا تداركوها، وكونوا متاكدين ان هذا الخل هذا انه مزيان، ما كيضرهمش، ما غادي يضرهم ما والو. انتم تبارك الله راهم السعاده والعافيه ديالهم. وانا كنشكر كاع الناس اللي اتصلوا بينا وعطاونا نصائح وقالوا لنا يعني كما يعني راهم متابعين معانا وكيقولوا لنا الله يشافي هاد الارانب ديالكم. والقناه ديالي راه ديما كترحب بكم وكتشكركم وكتقول لكم مبروك عيدكم، وان شاء الله مع حلقات قادمه غادي نجيب غادي نحاول انني النسوات اللي عندي غادي نعشرهم دابا، لان بدات كتفوت المرحله ديال الصهد، ماشي باقي شويه الصهد، ولكن الا مشيتو تعشرو دابا غادي من هنا لقدام كنظن ان غادي يولدوا في البروده، ان ما مزيانش يولدوا في الاخر. من هنا لقدام غادي ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش التوالد ديالهم، كيفاش الاخر الى ولدوا ان شاء الله غادي نوريكم مرحله بمرحله. دعيو معنا وساندونا، القناه راه بدات كتعرف، وان شاء الله حلقات مقبله ان شاء الله غادي نحاول انني نبقى ندير فيديوهات بزاف. وشكرا جزيلا، ساندونا وتكيو على زر جيم كي تستمر القناة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة وشكرا.